أكتشف بأننا أمام قوة دولية تعبث في المنطقة على نحو غير مسبوق في عصرنا الحديث، ويخدع بهذا ويضلل بهذا الملايين كخدعة أن المملكة العربية السعودية هي مشروع وحدوي. ومن يعرف تاريخ المنطقة يعرف بأن المشروع الذي قبل المملكة العربية السعودية هو المملكة الولايات المتحدة العربية، فكانت الحجاز ونجد واليمن والعراق والشام تسمى الولايات العربية في الخلافة العثمانية، هي وحدة سياسية واحدة لم تكن دول. فنجد والحجاز كانت فيها حاميات لدولة واحدة. أما الذي حدث هو تقسيم المنطقة، فكانت الحاميات العثمانية في الأحساء وفي القصيم وفي الحجاز وفي اليمن وفي المنطقة تمثل وحدة سياسية واحدة. فجاءت بريطانيا وقامت بتقسيم المنطقة على هذا النحو، وأصبحت المملكة العربية السعودية في نظر المؤرخين هي مشروع وحدة بين نجد والحجاز التي لم تنقسم أصلا منذ فجر الإسلام، وظلت وحدة واحدة المنطقة كلها على الأقل في ظل الدولة العثمانية وظل الخلافة العثمانية كانت دولة واحدة، ولايات واحدة ووحدة سياسية واحدة. فلم تشهد المنطقة مشروع وحدة بين الحجاز ونجد، وإنما شهدت مشروع تقسيم الجزيرة العربية من كيان سياسي كان واحدا إلى سبع كيانات بعد الاحتلال البريطاني للمنطقة وفرض التقسيم. ومع هذا لا زالت الأكذوبة التاريخية بأن مشروع المملكة العربية السعودية هو مشروع وحدوي وحد بين جزئين، والواقع أنه مشروع تجزئة من ضمن مشاريع التجزئة التي فرضتها بريطانيا على المنطقة، وهذا ما يراد للعراق وسوريا وأيضا باسم الجهاد والخلافة وراية الإسلام. فإذا العدو يدير المشهد كما أداره من قبل.